يا اخي تفهمنا، قلنا هذا دحمانيش كي تجي حوس عليا ما رانيش هنا. ايه درنا فيزيت سربريز ونوريس بقالو بلا راك هنا. نوريا ما تفهمها. لقمان هكذاك صح صح يا اخي، قلت لك ما تجيش في الكروه. خي دراري دوكا كيفاش راح نهضر معاها انا هذا الصامت هذا يجيب العرضه. قولوا جوج كلمات حلوين كيما تعرف، وما تنساش بلي تقولون على نزيدوا له زيت، على بالك شحال راهي سنة. شحال؟ بزاف يا مولاي بزاف. مولاي؟ باجي. وش هذا الفليشة؟ فليشة. إيه على بالي بلي فليشة، بصح وش يدير في رقبتك؟ قال لقمان وليد لك هكذا. بعد نوري لهم بعد. صحة لقمان صحة. ما تجيش عليه مولاي، على خاطر أنا عندي الكراجم راهو سرحهم لي. ياه، باش فعلك؟ مولاي. بيلو بلي حنا رانا متحكمين في مسألة. تحمانيس في القصر تاعي. مرحبا مرحبا. توحش هناك يا الحبيب. شو ديك الصدفة، شو ديك الصدفة الشابة؟ واش راك، واش راه من الدار؟ صبا كيفاش هاي الحالة يا سيدي؟ قولي عاشور. بديت باش نقصر ونشرب لاتاي بالقلب اللوز، على بالك وعلاش جيت؟ جيت باسكو عندك بزاف ما جيتش وتوحشناك هذا مكان. عاشور. الدين ديالك راهو غير يزيد كمينوس. على بالي يا دحمانيس، هذاك هو اللي راه في دنا راسنا. احنا على بالك عندنا الدين الصلاة من الصباح حتى القيام الليل. راني نهضر لك على دراهمي، لو كان ما ترجعليش دراهمي تخلص عليك ماليوس. بصح يا دحمانيس على بالك احنا هذه الايامات شويه الحاله مزيره وكما قال لك يا اخي مول التاجو يحتاجونا كيفاش؟ يا اخي ماشي بعث لك الزيت؟ الزيت شوف مادا بيا تحبس لا ليفريزون تاع الزيت ستوبيس وترجع لي دراهمي كاش ماشي شاك بونكوس. دحمانيس ما تتقلقش، واش بيك لك؟ رانا جيران سبحان الله، انصيبوا ارضيه ونقدروا نتفاهموا. بون انا راه ما عنديش شويه سوار، راني نخليهم عند الملك تاع الحبش فهمتني. مالا تجوز عنده قل له باللي قال لك عاشور العاشره عطيلو هذيك الامانه، هو على باله. نعطيك سمانه اسبوعيس من اليوم حتى الجمعيس، ولو كان ما ترجعليش دراهمي تخلص التاري والمتروس ونعرف واش ندير. اديوس. هذا وين جاي؟ هذا وين جاي؟ كنت دوك نخبط لنا نطير البخرج كاع. هذا وين جاي؟ راح 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 راح. دوك واش نديرو مولاي؟ واش نديرو؟ واش نديرو؟ دحمانوس درنا في محنوس. مولاي الملك عاشور العاشر. ها؟ وراكم واصل؟ اسمح لي مولاي، الميزانية نتاعنا ما تسمحناش نرضو الدين نتاع الملك دحمانوس. الخزينة؟ الخزينة فارغة. والمال اللي فيها أرانا نرضو الدين نتاع المملكات اللي سالونا. ما تنساش حال الملك راه يسال. بزاف يا مولاي بزاف. والملك دحمانوس يزمنا 6 شهور على الأقل باش نربو التوا. 6 شهور. ما واحدة. 6 شهور بزاف، على بالك على بالك هو قالنا سمانة. ما نقول لكم حاجة غير هضروا مع جنرال فارس يوجد الجيش وهذا مكان. علاش يا مولاي علاش؟ كيف علاش كيف علاش؟ الراجل قالنا سمعنا وانتم ماكم تقولوا 6 شهور. ما انا جو بريفير نطاكي واقبل ما يطاكينا وهذا مكان. اسمح لي مولاي، الملك دحمانوس عنده جيش واعر بزاف واحنا ما قدرولوش. هكتاو قالها ديرك الحرفي. والحل؟ الحل وين راه؟ الحل يا مولاي يزمنا نعيشوا على حسب مقدورنا، ويزم سكان المملكة يقشطوا شوية على يديهم ويخدموا وما يستناوش